سعدتم مساء مشاهدي ومتابعي برنامج استراحة الظهيرة، وبلشنا وياكم بيوم جديد وحلقة جديدة. أكيد رافقونا على مدار ساعة من الوقت حتى أكيد تتمتعون بكل الفقرات اللي حضرناها لكم لليوم، وأكيد على رأسها اليوم عندنا حديث للظهيرة مهم، واليوم راح نتكلم عن الأسهم وممكن كيف ممكن نتعرف على تفاصيل مبهمة أو يمكن البعض يمكن ما متعرف عليها، وكيف ممكن أنه إحنا تصير عندنا معرفة كاملة حسب انه احنا اليوم نعرف انه اكو تداول بالاسهم، اكو اليوم يعني مساحة بهذا المجال، لكن المعرفة الكاملة اكيد احنا تغيب عنا، واليوم يحتاج دورات تدريبية ايضا حتى تصير عندنا معرفة كاملة عنها، وايضا نحتاج الى كثير من التفاصيل، وممكن حتى تكون ورشات تعليمية حتى نعرف كيف وصل بمجال التداول بالاسهم بالعراق وسوق العراق تحديدا. يمكن احنا نشاهد اليوم حتى الشباب صار عندها ثقافة بهذا الموضوع، اليوم حتى الشباب اللي تحب انه تطور نفسها وبنفس الوقت ممكن تشارك بمجالات مختلفة تخص التجارة، وحتى ممكن هي تقدر تطور من نشاطها التجاري، تطور ايضا من اموالها. لكن التفاصيل المهمة اللي يفترض انه احنا نتعرف عليها والتفاصيل المهمة اللي ايضا احنا نطور بها نفسنا قبل لا ندخل بهذا المجال، قبل لا احنا ممكن نغامر بهذا المجال، لان هذا المجال كبير ونحتاج الى، ارجع واقول انه احنا نحتاج جدا لدورات تدريبية حتى ايضا تكون اكو معرفة كاملة، مو شخص يقدر ينطي امواله بسهولة وممكن انه هو يغامر على حسب ما يسمع مو على حسب المعرفة الكاملة. بالتالي كل خطوة بحياتنا وكل مجال بحياتنا يحتاج الى معرفة وادراك، وايضا اليوم يمكن الا احنا نكتب كلمة غلط بالجوجل يصحح لنا اياها، ممكن انه احنا اذا نريد استشارة ممكن تكون الاستشارة هي مجانية من اي شخص هو ممكن مجرب هذا الموضوع وعنده اختصاص بهذه التفاصيل. أكيد كل هذه الأمور اليوم راح نتحدث بها، لكن بعد هذا الفاصل. إذن مشاهدينا هذه عودة أكيد بعد هذا الفاصل الممتع، وأكيد راح ننتقل إلى حديث الظهيرة لليوم وهو تداول الأسهم وشرائها. لكن حتى نتكلم بتفاصيل دقيقة جدا راح يكون ويانا ضيفنا العزيز المحامي علي محمد، نورتنا. أهلا وسهلا بك. كل الهلا. الخير عليك وعلى كادر القناة وعلى ضيوف الكرام. شكرا لك، مساء الورد عليك. أستاذ علي، اليوم احنا نريد نتعرف بداية عن تداول الأسهم، من المسؤول عن تنظيمها؟ كيف ممكن انه احنا اليوم نستند على من ينظم هذه التجارة او هذا المجال؟ أستاذة، طبعا هو هذا المجال مجال قديم بس ما مسلط عليه الضوء. العملية اللي بدت انه كانت قبل الناس تستثمر اموالها بالمصارف، تخلي وتفتح حساب جاري او توفيري والمصارف هي اللي تستثمر وبعدين تعطي ارباح. بعد هذا تطور هذا الشكل، الدولة تغيرت سياساتها، قالت ان احنا ندعم القطاع الخاص وانه نخليهم يساهمون بادارة اموالهم، والدولة هي اللي تشرف باعتبار الجهة القطاعية. فالدولة انشأت شركات مساهمة مختلطة تكون بين القطاع، بين قطاع الدولة تكون جهات مشرفة هي الدولة، وبين القطاع الخاص تكون رأس أموالها مشتركة حسب نسبة مشاركة الفرد أو حسب نسبة مشاركة الدولة. أكو شركات الدولة تكون مشاركة بها ب50%، أكو شركات تكون أكثر من 50، أكو شركات تكون أقل من 50، بس بكل الأحوال لازم ما تنزل نسبة مشاركة الدولة عن 25% حتى تسمى مساهمة مختلطة. إذا جو ال 25% تعتبر مساهمة خاصة مو مختلطة، يعني تكون الدولة مالكة بأسهم بس ما تعتبر مساهمة مختلطة. اللي نظم هاي العملية بعدين صدر قانون. قبل كان يعني في بداية الموضوع كان سوق العراق للأوراق المالية، سنة 1991 صدر قانون اسمه سوق بغداد للأوراق المالية رقم 24 لسنة 1991، نظم عملية التداول. طبعا هو نظم عملية تداول الأسهم والأوراق المالية، بس احنا اليوم موضوعنا عن الأسهم، نحكي فيما يخص الأسهم. نظم عملية التداول وأنشأ مؤسسة وحدد الهيكلية مالتها وآلية التداول بالأسهم وشنو الشركات اللي نقبل أسهمها بالتداول من الشركات اللي ما نقبل أسهمها بالتداول. طيب زين،
اكيد اليوم اكو بكل مجال ربح وخساره، لكن هذا المجال تحديدا اكو نسبه، يعني اكو موضوع نسبي بالخساره والربح؟ فيما يتعلق بموضوع الاسهم، اني هسه دا اريد اشارك، يعني انه اشتري فد اسهم مال شركه، لازم انه الاسهم المعروضه تقابلها موجودات بالشركه. زين. يعني مثلا اني راس مالي مليار، لازم اكو موجودات تعادل المليار، يعني صحيح حتقبل اسهمها للتداول، بحيث انه من اخسر اني راس مال الشركه نفسه يتوزع. بس قيمه السهم تحددها عده عوامل: رصانه الشركه، نشاط الشركة، إذا كان نشاط تجاري رابح أو زراعي رابح أو صناعي رابح، هاي اللي تحدد. أما كمعيار ثابت إنه هاي الشركة رابحة أو خاسرة، هذا ما موجود ولا يمكن يصير. هي هذه الشركات يعني، لأن هو الموضوع عرض وطلب. طيب، هذه الشركات موجودة على أرض الواقع ولا هي شركات أونلاين، يعني الشغل يكون إلكتروني؟ لا، هي شركات موجودة، وقبل كانت العملية كل صعبة ومزعجة، فما حد يجي لها. كان قبل اللي يريد يشتري لازم يروح المقر السوق، سوق العراق للأوراق المالية، كان يقعد بالقاعة ويشتري، وعملية الحساب يدوي. مثلا انت اشتريت 100 سهم او 100 مليون سهم من راس مال شركة مليار، لازم احسب انه انا اشتريت اخذت 100، لازم ابقي بعد 900. كانت العملية كلش مزعجة وصعبة. بال 2011 او 2010 صارت العملية الكترونية، كل شخص عنده محفظة عشان نظام المصارف، والاسهم مال الشركه المحدده السوق عن طريق السوق تنزل للشاشه، كذا اسهم قابل للتداول، وعمليه تصير يعني بالالكترونيه 100%، شلون كانما فاتحه حساب بمصرف ودا تسحبين ويطوش كشف حساب وتودعين فلوس وهذا. زين، بما انه حكيت على المصرف وانه يصير كشف حساب، يعني قريبا نفس التوجه اليوم اذا موجوده عندنا احنا المصارف واحنا نقدر نتداول بها اموالنا اللي هي بالطريقه المتعارف عليها لتوفير الربح، او ممكن المجال الصح اللي احنا نختاره، اي ما افضل اذا احنا كنا نمتلك اموال بسيطه، المصارف ولا الشراء الاسهم؟ ستي، بالمصرف انت راح اخذ الفلوس مالتك وراح اخليهن وراح احدد لك فائده معينه. زين. مثلا فائدة خلينا نقول 4%، مصرف هذا ياخذ فائدة، لأن بكل الأحوال ما تزيد عن 5%. حددت لك فائدة 4%، أنت قد ما كان عندك فلوس حتعرفين مقدار الفائدة مالتك السنوية، حيجي 4% على فلوسك. زين. الأسهم ممكن مو هيك يصير، يعني ممكن يشتري أسهم تربح الأسهم أكثر، ممكن إنه هذا التداول ممكن يتطور الموضوع إلى أن يكون يمتلك اسهم تاهل ان يكون عضو مجلس اداره بشركه، حيكون يعني مسؤول عن انه ايجاد سبل حتى تكون هاي الشركات رابحه. يعني التطور يكون سريع. بس استاذ علي، اليوم الاموال اللي تجي بسهوله او اللي تجي بدون، خلينا نتكلم برؤيه المواطن، اليوم المواطن اذا يشوف يقول الاموال اللي تجي بسهوله او اللي تجي ممكن بدون اي تعب بطريقه الكترونيه او بطريقه اني قاعد بالبيت ما اشتغل، هذه ما ممكن تكون عليها علامات استفهام او ما ممكن انه مغامره تعتبر؟ هو ماكو شغل ما بي مغامره، وماكو شغل ما بي تقبل نسبه خساره وربح. يعني هسه اي شخص حتى على مستوى المحل الصغير ممكن انه يفتح محل، ممكن 6 أشهر ما يشتغل، او ممكن تحدث عوامل اقتصاديه ان هذا المحل ما يشتغل، فهو الربح والخساره محتمل بكل المشاريع. بس انت اليوم بدك تفوت بهيجي موضوع، هو هذا صار توجه عالمي، توجهت الدول حديثا تجاره الاسهم، يعني بعض الدول تداول يكون كل شيء بها عن طريق الاسواق الماليه مالتهم، يعني وصلوا الذهب وقطع الاراضي وما اعرف شنو كلها تتم عن طريق هذا التداول. فيعني الموضوع بمخاطره، اوكي، بس هو كل شغل بمخاطر، يعني ليش ايش معنى هذا القطاع؟ يعني هسه احنا ما بدنا نقول انه هذا المجال او هذا القطاع تحديدا انه به مخاطر، بس احنا نحكي بصوت المشاهد من يسمع انه كيف ممكن انه اني ادخل بهذا المجال، وممكن هي تكون اموال. بالعكس، هو هذا الشيء سهوله بيكون للمواطن وتطور له والمجال والتجارته. بس هل اكو نقاط او ثغرات ممكن انه احنا ترجع لنا بمشاكل ماليه، او ممكن انه احنا تجينا تساؤلات عليها؟ لا، هو انت بالتالي اي عمليه شراء للاسهم راح تثبت سوق العراق للاوراق الماليه،
وانت تقدم لهم كشف بالاسهم اللي اشتريتها. سوق الاوراق العراق المالي يعرف ان انت اشتريت هالقد اسهم. البداياتك عالم بدت باسهم قليله وصعدت وصارت من كبار المستثمرين. هاي العمليات كلها تتوثق تتسجل، يعني ما بيها شيء مو واضح، ما يصير انت تطلع على الشاشه عندك فد مليار سهم قبل ما حد يدري بيك، لا. العمليه تدريجيه وكلها تسجل وبها وساطه وبها، فالعمليه كلها موجوده من الناحيه القانونيه. سوق العراق سوق بغداد للاوراق الماليه حدد بالقانون الهيكليه والاليه والكيفيه وشون التعامل وعن طريق منو تتعامل، فهو تقريبا الطريق قانوني اللي مرسوم، ما حد يقدر يشتغل بغير هذا الطريق. يعني اكو حمايه، اكو حمايه لانه سوق العراق حدد هيكليه لهذا الموضوع وقال انه هذا اسس شخصيه معنويه شخصيه مستقله تابعه لرئاسه الوزراء، يديرها مدير عام يمثله شخصيه معنويه، وحدد مجلس اداره السوق والهيئه العامه للسوق اللي هم جميع المساهمين المستثمرين بالسوق. حدد انه لازم تكون مجلس اداره السوق اللي هي تمتلك السلطات العليا انه يتكونون من 13 عضو، هم من المصارف كلهم ناس اصحاب اختصاص، مصارف، بنك مركزي، مؤسسات صناعيه، مؤسسات زراعيه، شركات التامين. وهذول تكون منهم القرار، بالاضافه الى ناس ماخذين شهادات عليا بهذا المواضيع. هم دول تكون من السلطه لاداره هذه المواضيع. وحدد انه شلون عمليه الشراء تتم، شلون يقدر انت تقدرين كشخص تروحين تشترين، او انت كشخص تقدرين تشتغلين وسيطه تسهلين معاملات او تشتغلين لصالح شخص اخر. وحدد انه من الشركات اللي تدخل بهذا الموضوع. احنا اليوم بالعراق عندنا 84 شركه وساطه اللي هي تشتري الاسهم وتبيع، وهذا طبعا انه وحدد الشركات اللي اسهمها قابله للتداول يا شركه قابله بصوره عامه، الشركات المساهمه سواء مساهمه خاصه او مساهمه مختلطه، كل هاي الشركه اسهمها قابله للتداول بشرط ان يعني يزيد راس مالها عن 500 الف دينار وتنشر كشف حساب لمده سنتين ثابته، ونكون مالها اصول الاموال مالتها عراقيه لشخص جنسيته وجنسية الأبوين عراقية لا يقل عمره عن 25 سنة، وتروح تاخذها تشتغل شركات الوساطة بالموضوع. شركات الوساطة لها فائدة قانونية على العراقي الواحد للستة بالمية. كل شركة ايش قد تريد تاخذ تاخذ. زين هذه الشركات ستة بالألف عفوا. الشركات اللي هي يعني مسموح لها انه تكون تبيع اسهمها، زين المواطنين او اليوم اللي الشخص اللي يريد يدخل بهذا المجال همين محدد من الاشخاص اللي ممكن يدخلون؟ لا، كل شخص عراقي يقدر يدخل بهذا الموضوع، ما حدد انه بس شرط انه عنده اهليه قانونيه حتى يعرف التصرفات تكون مسموح بها، يدخل يتابع الشاشه يشتري الاسهم، انتظر اكو مؤشرات تقول انه هذا السهم رابح. يعني اكو ناس عندهم خبره بهذا المجال يعرف انه هذا السهم رابح وانه هذا السهم خاسر. زين هسه انا تحديدا اريد اتعرف على تفصيله هي مغيبه وهي يمكن التنميه بهذا الموضوع والدورات اللي ممكن هي اي شخص انه انا اليوم اريد اشارك لكن ما عندي معرفه كامله، مو من الصح اني ابقى بس اسال منو اللي شارك وشنو التفاصيل اللي يعني ما معقوله او مو ممكن يوم راح يعطيني كل المعلومات اللي هو عنده اياها اللي هو عنده اللي ممكن كاسبها. طيب كيف ممكن انه احنا نوصل ل يعني الورشات التدريبيه او توعويه بهذا المجال حتى ممكن الكل يقدر يتعرف عليه وما تكون عنده اي مشكله؟ ماكو عندنا هذا الموضوع. اللي بداوا بهذا المشروع بداوا يعني بدا عن طريق واحد قدامه، لانه من ينسمع يعني هو شخص ما هذا المجال اصلا ما بيعلام، صح، سمع عن طريق احد اصدقائه او عن طريق معارفه انه هذا الموضوع هيجي، يبدي يروح وياه يبدي يراقب الشاشه، هذا شيء يشتري له، بعدين تتراكم عنده الخبره، يعرف المؤشرات، يقوم يعرف انه الشركات اللي راح تربح اسهمها من الشركات اللي راح تخسر، اكو شركات يصير عليها ركود. هذا يعني بالدورات ما عندنا، بس اكو دورات تقام سوق العراق للاوراق الماليه للموظفين اللي يشتغلون بشركات الوساطه. دورات يقيمونها ويمتحنوهم واللي ينجح حتى يقبلون تعيينه بشركات الوساطه. ها كتعيين يعني هو توظيف، خلينا نقول متعين توظيف. زين
بما انه ماكو يعني ورشات تدريبيه او دورات، والاعلام ما مسلط الضوء ما مسلط الضوء على هذا الموضوع تحديدا، زين شلون اني اليوم اذا دخلت لهذا المجال اردت انسحب منه؟ كلش طبيعي، اقدر انسحب. انت حتسوين محفظه وتخلين بها فلوس تشترين عن طريق الشاشه، وكل ما تشترين طوش كشف حساب اللي اشتريتيه والاسم اللي عندك، باشر عقب تريدين تفضلين الموضوع تبيعين اسمك تاخذين فلوس تطلعين. زين اكو ممكن شركات او اشياء يعني صارت مقاربه لهذا المجال، صارت انه تشبه بهذا المجال وتتكلم بالاسهم بعيدا عن الدوله، يعني اكو شركات حاولت تقلد هذا المجال؟ لا، لان انت ما تتداول باي ورقه ماليه ولا اسهم ولا سندات الا محدده بالقانون مال سوق بغداد للاوراق الماليه، محدده حصرا. انت تشتري، ما عندنا بس سوق واحد. السوق الواحد هذا سوق بغداد هو اللي يحدد يا شركه تطرح اسهمها للتداول. حدد قال انه شركه مساهمه خاصه او مختلطه. المساهمه الخاصه اللي يمتلكوها اشخاص. زين. قال انه هاي شرط لازم ناشره حساباتها الختاميه لمده سنتين، مصادق عليها ومستوفيه الشروط القانونيه، وراس مالها فوق ال 500 الف دينار وعراقيه تطرح. اليوم عندنا هواي من الشركات تطرح اسهمها وتتداول، وكو شركات مثلا في مجال انشاء الفنادق، في مجالات سياحيه، في مجال الاعمار، شركات تبيع اسهم وتتداول بالاسهم، وشركات رابحه ممكن، يعني بس قله عندنا شركات خاصه. الاكثر الاسهم القابله للتداول هي شركات المساهمه المختلطه. تحديدا اذا اريد نتعرف على الشركات المختلطه او اليوم كيف ممكن انه احنا نشوف انه هذا الموضوع من قبل الدوله مدعوم، هل مدعوم بشكل صحيح او بشكل يعني يقدر يخدم الشركات او المواطن؟ ست شركات المساهمه المختلطه في فتره من الفترات اللي من انشئت هاي الشركات كان هدف الدوله انه اني اطور القطاع الخاص وأدعم القطاع الخاص وأساهم في إشراك القطاع الخاص في إدارة الدولة، أنشئ قطاع مختلط يكون بين الدولة وبين المواطن، ويحدد به رأس مال الدولة، يحدد بي مثلا عندي شركة رأس مالها 10 مليار، الشركة ماخذة 40%، 4 مليار، 60% راح تكون مساهمين. منو حيشتريها؟ الافراد، الناس. حتنعرض اسهمها للتداول، عالم حتشارك براس مال. طبعا اي شركه تصدر سهمها يكون بدينار. في الشركه اللي تنتج راس مالها 20 مليار او 10 مليار لازم تكون السهم ينباع بدينار. بعدين هذا السهم راح تحدد قيمته، يعني القوه الدفتريه مالته، انه ايش عنده موجودات الشركه، شنو عنده. اكثر شيء انشات الدوله شركات بالمجال الصناعي وبالمجال الزراعي جيد وبالمجال السياحي. كان هدف الدوله انه تطور القطاع الخاص، وصدق تطور القطاع الخاص، لانه في فتره من الفترات هاي الشركات قامت تحقق ارباح، تعرفين هم الغرض ربحي. وحتى الدليل على انه الدوله انشات هاي الدوله، طبعا هي الدوله انشات هذا القطاع ودعمت به الافراد من البدايه، كانت نسبة مشاركة القطاع الخاص مجلس إدارة الشركة، يعني القطاع الخاص هو اللي يمتلك القرار بمجلس إدارة الشركة، كان بالشركة اللي تعبر من 50% فما فوق مجلس الإدارة مال الشركة يتكون من 4 أعضاء من القطاع الخاص و3 من القطاع الحكومي. واللي جوا ال 50% رأس مال الشركة، رأس مال الحكومة بمساهمة بهاي الشركة، كانوا 5 أشخاص من القطاع الخاص مقابل 2. فالدولة رادت تطور القطاع الخاص ورادت تدعمهم ان يديرون، اكو جهات قطاعيه تستثمر، بالتالي انه انا مو عندي واحد قاعد حاط فلوسه بمصرف وده ينتظر تجي فائده، لا، انا شغلته حولته الى منتج، بالاضافه لهاي المشاريع اللي دا ادعم بها هاي راح تشغل، راح تشغل لي عالم هوايه. يعني انا هسه وضحت لي الصوره اكثر بهذا الموضوع، لان بامانه انه هذا الموضوع ما معرف عليه بتفاصيله، لكن يوم اكو 3 أطراف مستفيدين اللي هي الدولة والقطاع الخاص والمواطن، والمواطن اليوم هو اللي يدعم القطاع الخاص باعتبار اكو تبادل بالدعم، يعني مثل ما القطاع الخاص انه اليوم هو اللي يدعم
في هذا التداول ايضا يعتبر يعني هي هاي الفرصه انه يتطور عندنا القطاع الخاص من خلال التداول ما بينه وما بين الافراد اللي يشاركون. هسه حاليا هو الجزء من الصوره اللي وصلت ليش انا بس اريدك تركزين على موضوع انه هو اصلا صار دعم. يعني اني شركه مثلا احد الوزارات دا تدعم نشاطاتها تدعم المواطنين، تسوي شركه قطاع مختلط تدعمهم في هذا الموضوع. الشركات اللي قبل صارت واللي حد فتره معينه كانت كلها شركات رابحه، لان اني كمستثمر من اجي اخلي 100 مليون او 200 مليون او 3 مليون او 300 مليون مهما تكون، اني هدفي ربحي. قطاع الخاص بصوره عامه هدفه ربحي، فاني من اجي انا اريد اربح. فهم الدوله من خلت الافراد بعيدا عن روتين الدوله، قال هو القطاع الخاص حيدير بطريقه تختلف عن ما بس احنا مشرفين على الموضوع فيما يتعلق بمالنا ونسبه مشاركتنا، احنا موجودين ودنا نتابع راس مالنا يكبر لو ما يكبر. كل الشركات بدها تربح في المساهمه المختلطه، وحتى انه انا يعني اشيل الثقل عن كاهل الدوله، هذا القطاع الحمد لله يعني اللي عالم. بعدين اجتي الدولة مصدرة اعمامات واذت هذا القطاع، ومن الممكن انه بالسنوات الجاية راح يصير عزوف ويمكن انه يخسر هذا القطاع. اليوم يعني الدولة فيما مضى كانت ما تتدخل بانتخابات قطاع الخاص، يعني من قلنا مجلس ادارة يتكون من 7 حسب او 7 يكونون 5 من القطاع الخاص او 4 حسب نسبة مشاركة الدولة، قبل انه يجي المساهم حامل الاسم هو اللي يختار الشخص اللي يمثله من القطاع الخاص. مثلا احنا فئه نعرف انه فلان شخص عنده خبره، وانه شخص اداري محنك، او انه شخص ممكن ادارته صحيحه لهذا للشركه، فننتخبه كعضو مجلس اداره. زين. الدوله تدخلت بصوره مباشره باختيار حتى اعضاء القطاع الخاص، بالتالي وين المساهمه المختلطه؟ اذا هم بعد حتى ما يقدرون ينتخبون اللي يريدونه، او ما يقدرون ينتخبون اللي يمثلهم. الدوله صدرت اعمامات غلط، طبعا هاي الاعمامات صدرت اول مره بال 2012، قالت انه القطاع العام يدخل ينتخب. فيما مضى كان القطاع يدخل لتحقيق النصاب بالانتخابات. طيب الدوله قالت لا يدخل ينتخب، صارت بها دعاوى بال 2012، صدر قرار من المحكمه الاتحاديه وقال الدوله ما تدخل بالانتخابات. لانه من حق هاي ب 2012 بال 2012 لانه من حق الشخص ينتخب اللي يمثله صح بالمساهمه. انت شنو مساهمه مختلطه وانت تجيب لي 7 اعضاء؟ انت نسبه مشاركتك 50%. خلينا نكون واقعيين، اليوم المستثمرين يعني البعض يهمه انه يروح بالانتخابات، البعض ما يهمه صح، يقول لك انا جاي اسهم عندي دا ابيع ودا اشتري. البعض تهمه مصلحه الشركه، البعض يقول لك انا هدفي ربحي 100%. فانت فمن اني ارد اجمع، يعني خلينا نقول ارد اجمع المساهمين كلهم، من المستحيل نجمعهم كلهم، بينما قطاع الدوله يمثله شخص واحد او شخصين. يعني مثلا انه هاي الوزاره عندها شركه نسبه مساهمتها 66% او 40% او 50%، ادز موظف واحد هو يشيل يمثل ال 66 باجتماع الهيئه العامه، يمثل لي 66، بالتالي هذا بورقه منه ينتخب اي شخص. اي شخص ممكن يصعد، ممكن ينتخب 3 اشخاص يصعدوا، القطاع الخاص اللي هو تعبان وفلوسه وده يريد واحد يمثله، ما راح يقدر يجيب واحد يشارك بالمجالس. فالدوله تجاوزت على حق المستثمرين وحق المساهمين. يعني هذا من القرارات الجديده؟ هذه القرارات صدرت بال 23، صدر تعليمات بالبدايه قال انه نسبه مشاركه الدوله اذا جوا ال 50 ما تدخل تنتخب، تدخل بلس انه تدخل تكمل نصاب. القرار الجديد قال حتى اذا جوا ال 50 او فوق ال 50 بكل الاحوال تدخل الدوله وتنتخب. زين انت سوي لي شركه اممها وسويها شركه عامه، شركه تابعه للدوله، ليش حاط الافراد بها والافراد ما عندهم اي خيار؟ بالتالي حتى هذا الموضوع ممكن ياثر. يعني انا بدال ما اشتري كنت فد مليار سهم او مليارين سهم حتى انه اصير عضو مجلس اداره، وانه حتى اقوم اطلع على شؤون هاي الشركه واربحها انا، لان انا اريد اربح. نعم. لان انا هدفي ربحي من دخلت بهذا المشروع، خلينا نكون واقعيين، شنو هدفه هو؟ هدفه يكبر المشروع، هدفه ربحي. صح.
فانت بالتالي قمت تجيب اشخاص ممكن يشتري له بس 2000 سهم، مجرد 2000 سهم، ويدخل المحاصصه بالموضوع، هات تابع لفلان دائره، هات تابع لفلان وزاره، هات تابع لفلان جهه، انتخبوا لي اياه. هو اصلا بعيد عن هذا المجال وجديد عليه، بس مجرد انه خدمه الوضع السياسي والاعمامات هذه اللي هي غلط بصوره عامه. طيب احنا نتمنى انه الاخبار دائما اللي نسمعها والقرارات اللي تقدم اليوم للبلد تكون قرارات هي تصب لمصلحه المواطن وتصب لمصلحه اكيد التجاره بالعراق، حتى احنا ما نشوف المواطنين مغادرين البلد ويروحون ممكن يطورون تجارتهم خارج البلد، وبالتالي احنا اللي نتضرر. احنا نتمنى انه التجاره وكل النجاحات اللي ممكن تقدم بالبلد تتحقق بهذا البلد، ممكن انه احنا نشوفها بمكان ثاني. اكيد احنا كان عندنا كثير اسئله لحضرتك لكن وصلنا الى ختام الحوار. شكرا لك استاذ علي، واكيد راح نستضيفك بحلقات اخرى حتى ممكن نتكلم بتفاصيل اكبر عن هذا الموضوع ان شاء الله. شكرا لك. اذا مشاهدينا اكيد بعد هذا الحوار راح ننتقل وياكم الى تقرير وبعدها راجعين. بداية أنا بلشت بالمحل، يعني أشتغل هنا عامل كنت، بعدين شوية شوية أصحاب المحل قرروا إنه بيعوا لي المحل، فأخذت من عندهم أنا، يعني ظليت بالمحل هنا فترة اشتغلت وعرفت الغراض والمسواق وتطرقت يعني بهذا المصلحة، فصار بعدين المحل صار إلي، والحمد لله رب العالمين وفقنا وقاعد نقدر شوية شوية نطور من هالمصلحة هاي، وإن شاء الله قادم أفضل. والله هالموضوع هذا احنا يعني حيل مسبب لنا مشاكل يعني بين الدوام والشغل والمحل، فأداوم يعني أنا طالب مسائي بالجامعة، فأداوم أجي الصبح أفتح أحط على الجامعة أخلص من الجامعة وأرجع للمحل هنا أنا، وكذلك على هالروتين هذا يوميا. والله يعني بهالوقت هذا يعني لازم الشباب كلهم يعني يطلعون يشتغلون، يعني بهالوقت مثل ما تشوفون تلاقي تعيين موجود، تعيينات قليلة، فالواحد يعني بهالوقت لازم انه يطلع يعني شغل كذا يهم يعين اهله، ما يعني القاعدة بالبيت ما تسوي كل شيء القاعدة، ايش راح تستفاد انت؟ ماكو واحد تجي فلوس وعلى المستريح. والله كحركة تدري احنا مشروعنا يعني مشروع صيفي، يعني احنا اكثر يعني كصورة عامة احنا غرضنا صيفية، احنا بتكلت ما عندنا غير بس اللي مكان واحد اللي هو البلاج يعني نهر دجلة. فالشباب يعني الطاقات الشبابيه كلها متجهه وين؟ على هذا، على البلاد وعلى الاماكن اللي عندنا هنا. فاكثر شيء بالصيف حركتنا قويه تصير، يعني بالصيف احنا اقوى شيء، بالشتاء على خيم صوبات يعني تمشي عندنا والحمد لله. الجدوله هاي يعني ما صار لي فتره يعني قليله من بلشت اشتغل بها، يعني اكثر من واحد جاء طرق على الفكره قال ليش ما تبيع جدوله حالك نفس ما تشت بالشمال باربيل يبيعون كذا ضبات مال حطب. فقمت اطلع اني مرات اطلع سفرات من ما عندي شغل او كذا، نطلع نحطب نجيب حطب هنا نقطعها نقطع قطع ونسوي ضبات ونبيعها. السوق بتكريت حقيقه يعني قبل كان احسن من هسه، قبل كان الدولار تدري يعني صعد الدولار صعدت الاسعار، كل ما قاعد يعني انت يوم عن يوم السعر عندك قاعد يفرق. هنا بتكريت بصوره عامه ما يقدرون انت انه انت السعر صعد عليك، لا يقول لك انه انت غالي، انت قاعد تبيع بسعر غالي، يعني احنا تحسب مال نقلياتك حسب مال كذا كذا من الشمال من الجنوب انت قاعد تجيب مسواقك، يعني كل الاسعار هي من قاع هي غاليه، وبالعراق خصوصا يعني ماكو شيء يصعد ويرد ينزل كله مستمر للصعود. أكيد مشاهدينا هذه عودة بعد ما شاهدنا هذا التقرير وعن هذه المهنة الجميلة، وهي ممكن تكون الصناعة اليدوية وكيف ممكن أنه إحنا نقدر نطورها وكيف ممكن أنه إحنا نقدر أيضا إحنا نساعد أنه تكون المهن اليدوية تكون باستمرارية وتكون أكيد بشكل ناجح، وبنفس الوقت إحنا أكيد
لهذه الأعمال اللي هي تكون موهبة وبنفس الوقت مهنة يمتهنها الشخص حتى ممكن هو يسترزق من خلالها. فمن شاهد أنه أكو اهتمام خاص لهم، أو من لاحظ أكو تواجد بدعم حقيقي لهم، بالتالي يحققون هم النجاح بالفرص الموجودة اللي ممكن أنه تكون متوفرة أمامهم. مدى يقدرون ممكن يطلعون من الفرص البسيطة القليلة اللي دا تتوفر لهم. ويمكن إحنا نشوف اليوم هي المواهب دا تكون موجودة حتى لو كانت بورقة وقلم، دا تكون داخل البيت، مو شرط ممكن انه تكون بمحلات كبيرة، لكن اليوم احنا دا نشوف منهم من دا يقدر يطورها من خلال انه يخليها موهبة ومهنة، واكو من دا ممكن على قدر المتاح انه ممكن يوفرها باعمال او مشاريع سوشيال ميديا او مشاريع ممكن تكون اونلاين. إذن مشاهدينا أكيد راح ننتقل الآن وياكم إلى أخبار اليوم، خلونا نشاهد أول خبر. الخبر الأول أكيد إحنا نعرف أنه أكو مشكلة بمسح البيانات. الخبر يقول نصائح الخبراء لحذف البيانات من الأعلى الأجهزة الإلكترونية بأمان. طبعا من أكثر الأشياء اللي ممكن هي تسبب لغط بأنه إحنا اليوم نريد نمسح بياناتنا، واليوم أنه إحنا نريد نأمن على أنه بياناتنا بعد ما نمسحها ما ترجع، لكن بهذا التوضيح بأنه كل البرامج اللي هي تمسح البيانات واللي هي تأكد بأنه البيانات انمسحت، هذه بعد دراسة خبراء وبعد نصائح خبراء أنه هذا الشيء مو موجود تحديدا بالويندوز، ماكو أي أمان بمسح الملفات والبيانات. بالتالي يعني لازم أنه شخص ينتظر التحديثات الجديدة اللي ممكن هي تأكد من قبل خبراء ومن قبل مصادر حقيقية أكيدة أنه البيانات ممكن إذا إحنا يتم حذفها راح تنحذف تماما. ننتقل إلى الخبر الآخر. الخدمات الرقمية وحراسة البوابة قانونان جديدان لترويض عمالقة التكنولوجيا. طبعا هذا الموضوع هو أيضا قريب من حوارنا لليوم وحديث الظهيرة عن التجارة الرقمية وتجارة الأسهم، كيف ممكن أنه إحنا أيضا تكون عندنا دورات حقيقية حتى إحنا نتعرف على تجارة الأسهم أو التجارة الرقمية. وأيضا ما يفرح بهذا الموضوع أنه اليوم القانون العراقي داعم للتجارة الرقمية وهو مقدم حماية التجارة الرقمية، فما عندنا أي ممكن خطورة بهذا الموضوع، لكن أنه إحنا ننتظر القوانين اللي ممكن هي تدعمنا وتحمينا بتوجهنا لهذا الإجراء، لأن اليوم التجارة الرقمية ممكن شراء الأسهم وبيع الأسهم والأموال اللي ممكن تكون موجودة بهذا المجال هي أكيد لها أنظمة خاصة ولها أنظمة دقيقة. لكن أرجع وأؤكد على نقطة أنه اليوم لازم يكون أكو دورات تدريبية تنمية فيما يخص هذا المجال. أكيد كان هذا آخر خبر ويانا لليوم، ويمكن إحنا نعرف كثير إحنا نواجه اليوم تطورات بالبلاد، وإحنا نواجه اليوم ممكن إعمار حتى حقيقي بالبلد، لكن لكل خطوة لازم تكون أكو دراسة حقيقية، وأكو اليوم تكون ممكن انتقالة حقيقية بخطوات. يعني إحنا اليوم بننتقل من مشروع إلى آخر لازم إحنا نعرف كيف إحنا متوجهين للمشروع الآخر. أما اليوم الأعمال اللي ممكن تكون أونلاين وإلكترونية وممكن إنه تكون بيع الأسهم وتطور الأموال بطريقة إنه تكتيكية بذكاء مو بطريقة عملية، وممكن إنه أيضا هذه الطريقة هي ما تكون خالية من العمل، لا أكيد إلها متابعة وإلها دقة وإلها كثير من التفاصيل، لكن إنه ما موجودة بيومياتنا وبعملنا إلا ما إنه هي اليوم تستند على أنظمة وتستند على قوانين حتى ممكن إحنا نطور بمجالاتنا، وممكن إنه إحنا نطور بعملنا من خلال التجارة الرقمية الإلكترونية. ويحبذ لو كانت أكو ورشات تثقيفية وتسليط الضوء على هذا الموضوع، لأن يعني نادرا ما نلقى اليوم أكو أشخاص متعرفين على كل الثغرات اللي ممكن تكون بهذا المجال وبهذه التجارة. وإحنا ممكن حتى نشوف اليوم حياتنا عبارة عن هي تجارة إلكترونية وتجارة رقمية، لكن تفاصيل إنه إحنا اليوم بشراء الأسهم وبيع الأسهم هذه ممكن إنه هي هذه النقطة اللي غايبة عن كثير من الأشخاص وكثير
كثير من اليوم الناس اللي ممكن هم موجودين بتفاصيل التجارة، بعالم التجارة، ممكن هم يطورون مجالهم، ممكن هم يطورون عملهم من خلال التجارة الرقمية، بس انه لازم يكون اكو دورات حتى الشخص من يدخل بهذا المجال وممكن هو يريد يطور عمله. وللملاحظة انه اليوم انا لو عندي تشامبر، لو عندي محل اسواق، ممكن اطوره عن طريق التجارة الرقمية وعن طريق شراء الاسهم وهذه التفاصيل، لكن انه لازم اني قبل لا اخطي هذه الخطوة لازم يكون عندي اكيد معرفة ودراية كاملة فيما يخص هذا الموضوع، وتكون عندي ايضا استنادات ممكن انه اني اليوم اتكي عليها حتى ما اكون موجودة بدائرة الخطورة. اكيد اني لازم احمي نفسي واحمي عملي وتجارتي ومشروعي حتى أنا أقدم بهذه الخطوة. أكيد كانت هذه أخبارنا لليوم مشاهدينا، وكل هذه التفاصيل اليوم اللي تكلمنا عنها، نتمنى أنه قدرنا نقدم لكم معلومة مهمة ومعلومة ممكن هي تضيف لكم بالتجارة وعالم التجارة، سواء كان بمحورنا لليوم أو كانت بالأخبار. أيضا هذه هي من الأخبار اللي تتداول حاليا موجودة بال مواقع التواصل الاجتماعي، تداول الأسهم وغيرها والتجارة الرقمية، حتى احنا تكون عندنا معرفة حقيقية فيما يخص هذا الموضوع. انتقالة اكيد هسه بفقرة ريشة ومع الزميلة اكيد فادية. ما في الحياة الكلام، وأصعبه العمل ما بين السهولة والصعوبة. تمر الأيام ومع مرورها تكون بعض اللحظات والتنقلات في حياتك لابد من توثيقها، وعلى الأغلب من يوم ولادتك إلى يوم وفاتك كلها يجب أن تكون لك بصمة فيها حتى وإن كانت على ورق. مساء الخير أصدقائي، شلونكم؟ وياكم فقرة ريشة، واليوم راح نتحدث عن شلون نعرف نفسنا من خلال أسئلة بسيطة وكتاب جميل جدا اللي اسمه تعرف على نفسك. هذا الكتاب يوضح لنا عن أسئلة معينة من نسألها نفسنا ونجاوب عليها، مثل حال الدكتور النفسي اللي يسألك أسئلة حتى تعرف أنت وين، شنو تريد، شنو الأهداف اللي ببالك اللي مدى تعرف توصلها، وين انت تلقي نفسك، وين اهدافك، وين تحقيق اهدافك، وين مشروعك اللي انت ببالك اللي تريد تسويه. حتى اكو ناس ما عندهم شغف بشي، هذا الكتاب يساعدكم انه انتو تعرفون نفسكم، تعرفون انتو شنو وشنو تريدون بهذه الحياة وليش رسالتكم بهذه الحياة هي عن طريق كتاب معين ممكن يكون، او عن طريق شخص معين ينطيكم مثل اشارة معينة. فهذا الكتاب انصحكم انه تقروه، طبعا الكاتبة هي اسمها آيات أحمد، وهي أول كتاب صدر إلها في دار تركواز. أنصحكم تقروا وانتظركم بحلقة جديدة من ريشة. مع السلامة. على فكرة طروحها جميلة جدا جدا جميلة اليوم، انه احنا ممكن نكون دكاترة نفسنا بمجال اليوم دكتور نفسي ممكن لا احنا نحتاجه، نعرض على نفسنا كثير من الاسئلة اللي احنا نحتاج انه نسمعها او احد يسألنا اياها، واحنا ممكن نسأل نفسنا انه انا اليوم كيف اتخطى هذا الموضوع، انا اليوم كيف ممكن اكتشف النقاط الضعف اللي موجودة بي، كيف اسأل نفسي انه انا هل متقبلة هذا الواقع، هل أنا قادرة أنه أغير من واقعي. كثير من الأسئلة اليوم كل إنسان أكيد يمر بها ويحتاجها، وإحنا كنا نحتاج إلى طبيب نفسي حتى ممكن هو يسمعنا ويساعدنا، وهذه ثقافة أكيد اليوم كل المجتمعات متفقة على أنه الطبيب النفسي اليوم هي ثقافة لازم إحنا نخضع لها ولازم إحنا نتعرف عليها ولازم إحنا أيضا نخوضها، لكن بالطريقة اللي مكتوبة بالكتاب إنه
احنا اليوم نكون احنا دكاترة نفسنا، واحنا نسأل الاشياء اللي نحتاج نسمعها، بانه احنا كيف ممكن نتخطى هذا الموضوع، كيف ممكن احنا نتجاوز هذه المرحلة، اي تفصيلة ممكن هي تعيقنا بحياتنا او اي تفصيلة ممكن هي زعجتنا، احنا نختلي مع نفسنا الخلوة مع النفس. وسؤال النفس اكيد من الاسئلة من الاشياء المهمة، انه احنا نسأل نفسنا دائما بكل نقطة ممكن احنا مدى نتعرف عليها، ممكن احنا اليوم مدى نستوعبها، لكن اليوم اذا احنا قدرنا نختلي بنفسنا. واكيد احد الكتب كتاب 40 للاعلامي احمد الشرقاوي، اختلى مع نفسه 40 يوم، ومن خلال هاي 40 يوم هو حقق كثير من الانجازات، ومن ضمنها حقق كتاب. اذا مشاهدينا اكيد بعد ما تعرفنا عن فكرة هذا الكتاب ومحتواه وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم. شكرا لكل من تابعنا، انتظرونا بحلقة جديدة. باي باي.